الآن الإعلامي بشبكة بين سبورتس القطرية الأخضر بالريش. الأخضر مساء الخير، أنت تابعت المباراة كإعلامي وبمشاعر المواطن الجزائري الغيور على وطنه، ماذا يحدث في المنتخب الوطني ومن يتحمل كل هذه النتائج؟ من دون شك المدرب هو الذي رسم الخطة والذي اختار اللاعبين. نحن قلنا في البداية أول ما وقع الاتحاد مع هذا المدرب، قلنا هذا المدرب لا يستطيع أن يقدم الإضافة، لم يقدمها لا للمنتخب التونسي ولا في بلجيكا ولا حتى في الدوري البلجيكي حيث كان أقيل من نادي لوكرون. مهما يكون يعني في الأخير هناك أيضا نصيب للاعبين أيضا الذين لم يبذلوا مجهودات كبيرة. قلنا في المباراة الأولى أن في رطوبة، في حرارة، في تعب، نقص التأقلم، لكن حتى الأشقاء التوانسة أيضا يعني عانوا من نفس الظروف الطبيعية أيضا، وربما لم توفر لهم الإمكانيات التي وفرت للمنتخب الجزائري. يعني 40 مليون جزائري لا نستطيع أن نقدم منتخب كبير، رغم أننا استعنا بلاعبين مكونين في الخارج. طيب الأخضر بالريش لاعبو المنتخب الوطني بين قوسين ذوي جودة عالية، يلعبون في أوروبا، نملك أحسن لاعب في إفريقيا، يدربهم مدرب اسمه جورج ليكنز، محدود الإمكانيات، رفض من عدة أندية هنا في الجزائر، من وفاق سطيف، من شباب قسنطينة. نحمل المسؤولية الذي كان وراء جلب هذا المدرب. طبعا المدرب محدود الإمكانيات هذا معروف، ولكن المسؤولية ربما للرجل الذي كان وراء جلب هذا المدرب. لكن حتى على أرضية الملعب يعني شاهدنا لاعبين يعني وكان في تهاون، وكأن في نقص الروح، نقص يعني المنتخب التونسي اليوم فاز علينا بأسلحتنا. يعني احنا كنا معروفين يعني المنتخب الجزائري بمحاربي الصحراء وان نقدم يعني مجهودات جباره على ارضيه الملعب. يعني اين المنتخب الذي لعب في كأس العالم وهذا المنتخب؟ يعني اين المنتخب الذي شارك ايضا في بطوله افريقيا الماضيه مقارنه بهذا المنتخب؟ يعني لم نشاهد. لكن انا احمل المدرب المسؤوليه، لانه المدرب هو الذي اشرك هذه التشكيله. شاهدنا بن طالب مثلا لم يكن له وجود في هذه المباراه، على الاقل في المباراه الاولى لم نشاهده، في هذه المباراه في الشوط الاول لم نشاهده، على الاقل نقوم بتغييره. هناك عبيد مثلا يعني عندنا لاعب ممكن يقدم خدمه ايضا للمنتخب، هو بغداد بنجاح ايضا لانه متعود على الرطوبه في قطر وهي نفس الرطوبه الموجوده هنالك ايضا. نخرج قليلا عن أطوار المباراة وما حدث بالضبط وما سبقها من تحذير اعتبره وتأكدنا اليوم بأنه تحذير فاشل لهذا الكان. هل اليوم السياسة أو المنظومة في التسيير في المنتخب الوطني خاطئة؟ طبعا أظن هذه بداية النهاية، نتأكد بداية نهاية روعة إن صح القول، أو نهاية جيل أيضا، لأن يعني هذا الجيل بدأ سيقدر في المستقبل. نحن يعني قاب قوسين أودنا من الخروج من تصفيات كأس العالم ومن بطولة إفريقيا، وإن كانت هناك ربما ورقة يمكن أن نلعبها في هذه البطولة، هناك بصيص من الأمل أيضا في هذه، خاصة بعد فوز السنغال المتقدم الآن في النتيجة بهدفين مقابل لا شيء، وفي بصيص من الأمل. لكن نهاية جيل، يعني أين إبراهيمي؟ أين أين أين؟ طيب الأخضر بريش عفوا، تحدثت عن نهاية جيل، ولو أنه لا أشاطرك الرأي فقط، لأنه هذا الجيل عمره لا يتجاوز 25 سنة. ما المطلوب منا الآن في المستقبل بخصوص هذا المنتخب؟ لكن هذا الجيل ايضا يعني رغم انه لا زال صغير، لكن الان ليس هناك يعني شيء يحفز هؤلاء. يعني افضل المشاركه في كاس العالم وايضا اللعب في انديه كبيره، هذا ما يهم اكثر هذا الجيل. يعني هذا الجيل قال نحن الاقوى، نحن الافضل، سنفوز، سنفعل، لكن في الاخير هذا هو الجيل. يعني الجيل الان يجب ان يترك ايضا للجيل اخر، لان يعني يجب ان نتبع سياسه اخرى. ما هي السياسه التي يجب ان ننتهجها الان الاخضر بريش؟ السياسه التي يجب ان ننتهجها الان سياسه ان نعتمد على بعض اللاعبين الموجودين في الدوري الجزائري. يعني بن سبعين يعني الذي ابعدناه من المنتخب هو اليوم كان افضل لاعب بالنسبه لي انا. بن سبعين كان افضل لاعب في المباراتين. هذا نتاج المدرسه الاكاديميه الجزائريه بارادو. يعني يجب ان نعطي فرصه للمحليين ايضا، هؤلاء المحترفون. نحن لا نقلل من ما قدموه، لكن ايضا هناك في الجزائر من يستطيع ويريد ايضا ان يضحي من اجل الوطن.
طيب الأخضر بري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، شكرا. شكرا.